أقامت السفارة البحرينية في المملكة الأردنية الهاشمية حفل استقبال بمناسبة أعياد مملكة البحرين إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى 42 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. الحفل أقيم بحضور السيد ناصر الكعبي سفير مملكة البحرين في المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدبلوماسيين في السفارة البحرينية في الأردن، إضافة إلى مشاركة جمع غفير من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من سفراء ودبلوماسي الدول العربية والأجنبية وعدد من المدعوين الذين أبدوا إعجابهم بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على كافة الصعد ولما استطاعت جنيه من مكتسبات تحققت للوطن والمواطن، كما تمنى الجميع للبحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار. أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظ الله ورعاه، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وإلى كافة الشعب البحريني سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والبحرين في مزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى أعزه الله وأدام ملكه. نتمنى لهما دوام الصحة والعافية، نتمنى للبلدين السؤدد ودوام النجاح والتوفيق إن شاء الله، وعلاقاتنا ستستمر ترتقي من حسن إلى أحسن ومن جيد إلى أجود، وإن شاء الله سيكون الخير على يدي القائدين والنجاح للبلدين. نتمنى للشعب البحريني كل تقدم، مزيد من التقدم، ويعني نحن سعداء بملك البحرين ونحبه كثيرا كما نحب جلالة الملك عبد الله الثاني.